مشاهدينا، حول الاستفتاء للدستور الذي طرحه قيس سعيد اليوم ونتائجه على الشارع التونسي، ينضم إلينا عبر سكايب من تونس العاصمة الأكاديمي والكاتب السياسي التونسي السيد الأمين البعزيزي. مرحبا بكم معنا. مرحبا أخي، تحية لكم، مسرور أن أكون معكم وتحية لكل مشاهديكم أينما كانوا. مسرورون بوجودك معنا. تجربة جديدة في تونس اليوم، استفتاء على دستور يقول المعارضون عنه أنه سينهي الديمقراطية الفتية في البلاد. كيف ترى تفاعل الشارع التونسي مع هذا الاستفتاء؟ هو أخي الفاضل، أجيبك عن السؤال وأتفاعل مع التقرير التي كنتم تقرؤون. يعني لا يوجد صمت انتخابي في تونس. الصباح هذا الصباح الانقلابي من قلب أحد مراكز ما سمي يعني بالاقتراع، أعمل يعني خطاب خون فيه كل المعارضين، وبالتالي يعني لا توجد أجواء يعني انتخابية. حتى بن علي الذي ثرنا ضده لم ينزل إلى هذا السقف من يعني الشعبوية. اثنين أخي، هو ماهوش استفتاء اليوم، عندنا بيعة، يعني لأن معناها الناس لم يقرأوا الدستور ولم تحدث حلقات نقاش يعني فيها تنوع على مستوى التلفزات والإذاعات ليتابع يعني الناس. اثنين، قيس سعيد دستر وضعا شاذا جدا، يعني فقهاء القانون الدستوري يتحدثون عن الاستبداد المتخلف والاستبداد الديمقراطي. الاستبداد المتخلف ان قيس سعيد دستر هذا اليوم ولي الرعية، فقيه الرعية، المؤسس، يعني في جمعية معناها تأسيسية، هو المؤسس، هو القاضي، هو المراقب، يعني تقريب معناها دستر وضع ما يسمى بالحكم يعني من الإلهي، وهو يعني أكثر نماذج الحكم استبدادا. وبالتالي اليوم في تونس لم يحدث انتخاب، حدثت بيعة لمن نصب يعني نفسه مغتصبا لكل السلطات. تقدم وسط، أقول لك هذا الكلام ليس من موقع المعارض، تقدم وسط عزلة سياسية كاملة باستثناء ما نسميه في تونس عبادة البوط، يعني المتقومجون، عبادة الانقلابات. لكن الطيف اليساري والطيف الليبرالي والطيف الإسلامي، حتى المنظومة القديمة يعني تعبيراتها السياسية، الكل معناها رافضون. وبالتالي هو تقدم تحت حماية السلاح وسط عري أخلاقي كامل ودعاية على طريقة جوبلز. يعني هذا ما يجري في تونس من اليوم. المسألة الثانية أستاذ، وهي طريفة أيضا أنقلها معناها يعني معكم، أنه التلفزات تتحدث عن وصول مثلا زوز ملايين ناخب من أصل 9 ملايين يعني مسجلين، وهو رقم يعتبر يعني كبير، لكن ولا تلفزيون نقل طابور من الناخبين، ولا تلفزيون نقل مجرد طابور وحيد، ويتحدثون عن الملايين. هذا يعني المفروض مليونين ناخب، يعني تكون الصور الشوارع ملأة بالمصوتين. نعم. طيب سيد الأمين، يعني الإجراءات كما ذكرت لم تكن شفافة بالقدر الكافي الذي يعطي الشرعية اللازمة للعقد الاجتماعي الذي سيحكم العلاقة بين سلطة الدولة والشعب. هو استاذي في تونس يعني ممكن يقال انه شعب الاطاحه بالدساتير، يعني دستور 1861 تمت الاطاحه به 1864، يعني سمي الدستور المهجور. دستور الاستقلال 1959 اطاحت به الثوره سنه 2010 2011، كانت دساتير نخبويه. الدستور الحقيقي الذي يستحق هذه الصفة هو دستور 2014، كان عقدا اجتماعيا عكس تونس التنوع، تونس التعدد. انقلب قيس سعيد ويعني ألغى مجلس أو الجمعيات التأسيسية أو يعني المجلس التأسيسي، وكتب دستورا بيديه. في النسخة الأولى تابعتم هذا الأمر أنه فيه 46 خطأ قام بترقيعه ودفعه اليوم. يعني من العادة أستاذي، فكرة الدساتير في التاريخ ظهرت لتقييد الحاكم، يعني فكرة فرضتها الشعوب على الحاكم. قيس سعيد اليوم عكس المفهوم. يلا سيدي، يعني عكس المفهوم. وبالتالي لا، يعني اليوم مع النش دستور عندنا حاكم بأمره أطاح بدستور مثل التونسيين في كل تعددهم وتنوعهم. المسألة الخطيرة أستاذ أيضا، أنه أمام برشا ضغط خلى البرلمان سوري وأعطى منها يعني أمر ثاني، وهو انتخابات سماها الأقاليم والجهات. انتوا تعرفوا استاذ، يعني تونس صغيره 164,000 كيلومتر، فيها 12 مليون، فيها وحده مذهبيه، وحده دينيه، وحده لغويه. الخطر الوحيد اللي في تونس هو القبليه
وبالتالي هو دثر القبائل. يعني هذا اليوم المجلس الذي يريد أنه يتم انتخابه في 17 ديسمبر القادم، يعني ذكرى الثورة، هو نسف وحدة البلاد عبر محاصصة قبلية ويعني جهوية. يعني الرجل ما يطرحه كله خراب في خراب. طيب هنا اليوم قيس سعيد بعد الإدلاء بالتصويت على هذا الدستور اتهم من يقاطع هذا الاستفتاء بأنه ليس تونسي، ألا يعني هذا أنه حالة الانقسام المجتمعي ستنتظر تونس بعد هذا التصريح من الاستفتاء؟ هو أخي الفاضل، يعني خليني أكون صريح مع أخويا، معناها تقريبا هذا الخطاب الشعبوي الذي نكب به شرقنا العربي وإلى حدودنا يعني ليبيا، اليوم هذا الطاعون الشعبوي يدخل تونس. يعني حشاكم تتذكروا قبل في ليبيا كلمة الكلاب الضالة، يعني كل مختلف مع الحاكم، إما أنه زنديق بالقاموس القديم أو أنه خائن بالقاموس الجديد. يعني خطاب تكفيري، خطاب تكفيري، خطاب تخويني. يعني أخيرا تونس تدشن عصر الطواعين الشعبوية التي فتكت بشرقنا العظيم. نعم. طيب هنا أيضا ما الفرق، يعني الفرق التفصيلي أو المجمل ما بين استفتاء 2002 واستفتاء 2022 على الدستور، غير أن الأول كان تعديل لبعض المواد للاستفتاء واليوم الدستور بالكامل يتغير؟ نعم أخي، يعني دستور 59 مباشرة عام 61 عندما خطب الرئيس بورقيبة لماذا لا تلتزم بما كتب في الدستور، سخر وضحك وقال هل أسلم رقبتي إلى الغبار يعني البشري. جاء يعني معناها الرئيس بن علي الذي انقلب عليه وأيضا عبث بذلك الدستور. ويعني كيف عبث يعني به أستاذ؟ 74 بورقيبة حول الرئاسة مدى الحياة، و بن علي اضاف صلاحيات منها يعني منها يعني منها اخرى. نعم. الرئيس قيس سعيد المنقلب الذي فقد صفه الرئيس انقلب على اول دستور يقول فقهاء القانون يعني الدستوري انه اول عقد اجتماعي حقيقي. وماذا فعل؟ الخطاب ثورجي يعني يزايد على الديمقراطيه الليبراليه التمثيليه ويتحدث عن البناء يعني القاعدي، لكن البناء القاعدي لا فيه احزاب ولا فيه برلمان، وإنما فيه غبار بشري ملتحم بزعيم متأله. يعني هو دستر معناها يعني وضع النسف كل معالم الدولة الودانية يعني المدنية. أخي قيس سعيد لم ينقلب على دستور البلاد، انقلب على الجمهورية. تونس عندها عام يعني في وضع الإمارة وتمشي بالمراسيم. اليوم دثر وضع الإمارة والمراسيم وقال أنه أنا من يؤول الدين وأنا من يدبر السياسة. يعني نحن في دولة الولي الفقيه. طيب هنا اليوم من ذهب إلى الاستفتاء وحضر وشارك وقال لا لهذا الدستور، هل من خريطة الطريق أمام الإجراءات التي وضعها سعيد في المرحلة المقبلة؟ هو استاذي القادم الايام يعني تقريبا انا يعني ماذا اقول لك اخي، مقاومو الانقلاب يعني الذين رفضوا التعاطي معه معناها يعني اصلا كما رايتم مواطنون ضد الانقلاب والجبهه الخلاص الوطني يعني بعد ذلك، ومعارضو الانقلاب الذين هللوا في البدايه لكن بشروط يتعاطون يعني معه، اعطوا كل ما يمكن. لكن في قادم الايام المقاومه الحقيقيه هي من استبلههم ويعيدهم يتعامل مع الدستور وكأنه رقية سحرية. نعم. يعني بمجرد أنه يمرر الدستور حيجيب الصيد من ذيله وشبع كل جعان كما قال الشيخ إمام. وبالتالي ها يسألونه خصومك يعني أزحتهم، أصبحت الحاكم بأمره، لكنك ماذا قدمت لنا؟ يعني ربما مقاوموه طيلة عام سيجد يعني سيستجير بهم من غضب آخر مدمر جدا باعتباره غضب غير مرشد سياسيا. يعني تلك الجموع التي ظللها وشيطن الجميع وصور نفسه الإله المنقذ. نعم. سيجد نفسه. نعم. معهم وجها لوجه. نتمنى كل الخير والسلام للشعب التونس ولتونس. نشكركم من تونس العاصمة الأكاديمي والكاتب السياسي التونسي السيد الأمين أبو عزيزي، شكرا جزيلا لك.